المجلس، والآن أستأنف مهامي كرئيسة للمجلس، وأعطي الكلمة إلى ممثل الجمهورية العربية السورية. السيد الرئيس، تدين بلادي بأشد العبارات وترفض أي استخدام للأسلحة الكيميائية وأي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأمرا مرفوضا وغير أخلاقي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان. إن المستهدف باستخدام هذه الأسلحة هو الشعب السوري الذي ما زال إلى اليوم الضحية الأولى لجرائم الجماعات الإرهابية المسلحة التي لم تتورع حتى عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضده. وأؤكد لهذا المجلس أن بلادي حريصة اليوم كما كانت في السابق على معرفة المجرم الحقيقي المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في بلادي سوريا. وانطلاقا من هذه المبادئ الثابتة، فقد انضمت حكومة بلادي إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذت كل التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر، وقد حققت بلادي إنجازا غير مسبوق في تاريخ المنظمة من خلال إنهاء البرنامج الكيميائي السوري بزمن قياسي وإلى غير رجعة، وذلك مثبت في بيان البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا المقدم إلى هذا المجلس الكريم في شهر حزيران يونيو 2014. وكما أعلمت هذا المجلس صباح اليوم، فإن بلادي وفي إطار تعاونها المستمر والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وجهت فعلا البارحة رسالة إلى مدير عام المنظمة تدعوه فيها لإفادة بعثة فنية حيادية ونزيهة ومهنية إلى كل من خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية لاستجلاء حقيقة ما حدث بشكل شامل وشفاف ونزيه. وتؤكد بلادي سوريا استعدادها لتأمين وصول البعثة إلى قاعدة الشعيرات الجوية بهدف التحقيق فيما إذا كانت تخزن فيها مادة السارين أم لا. أما فيما يتعلق بمدينة خان شيخون أيها السادة، فإنني بكل أسف مضطر للقول لكم أن الوصول إليها يجب أن يؤمنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومن معه من تنظيمات إرهابية أخرى هناك، وذلك عبر حكومات الدول التي تدعم هذا التنظيم وتوجهه وتديره على الأرض، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وقطر والسعودية وإسرائيل. إن بلادي هي صاحبة المصلحة الأولى في جلاء الحقيقة، وهي تدعم من حيث المبدأ أي إجراء يتخذه هذا المجلس بهدف الوصول إلى هذه الحقيقة. لكننا نعارض قرارات تحمل في طياتها لغات سياسية ماكرة تستبق أصلا نتائج أي تحقيق، وتنحو نحو توجيه التحقيق بشكل مسبق باتجاه اتهام الحكومة السورية كما فعل زميلي مندوب بريطانيا ومندوب فرنسا. لقد اعتادت الدول الغربية الثلاث على إدراج لغات مماثلة في مشاريع قرارات سابقة ليصار إلى إساءة استخدامها من قبل هذه الدول لاحقا من أجل تبرير التدخل في شؤون دول أعضاء أخرى والعدوان العسكري عليها كما حصل في ليبيا ودول أخرى. إن من يتمعن في قراءة مشروع قرار اليوم يدرك أن الهدف الحقيقي من ورائه ليس استجلاء الحقيقة بل انتهاك السيادة السورية بالمطلق واستغلال المعلومات التي يمكن جمعها عبر مشروع القرار هذا في حال كان قد تم اعتماده لاستهداف كوادر ومواقع وقدرات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من هذه الدول الثلاث ومن شركائها في المنطقة، وذلك بحجة البحث عن جودو الكيميائي كما حصل في العراق. إذا كان مقدمو مشروع القرار اليوم لا يرون أي فائدة في الآليات المتاحة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
فلماذا لا يقدمون مشروع قرار آخر لإنهاء أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثلا وتصفية أرشيفها وحفظه في صناديق فولاذية لن يسمح بفتحها إلا بعد 60 عاما، تماما كما فعلوا بأرشيف لجان التفتيش عن شبح أسلحة الدمار الشامل العراقية. بلادي لم تستخدم السلاح الذري ضد هيروشيما وناغازاكي، بلادي لم تستخدم السلاح الكيماوي والبيولوجي ضد فيتنام، بلادي لم تستخدم اليورانيوم المنضد ضد العراق، بلادي لم تجرب سلاحا ذريا على جزائريين أحياء في الصحراء الجزائرية. لقد أعلمت المبعوث الخاص السيد ستيفان دي مستورا بتاريخ 31 آذار خلال المباحثات في جنيف بتقارير موثقة ومبكرة عن حيازة الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق ريف دمشق وأدلب وحماة لمواد كيميائية سامة بغرض استخدامها كسلاح ضد المدنيين، كما حذرته من تزييف الحقائق وفبركة الأدلة والاتهامات بحق الحكومة السورية كما حصل في مرات سابقة. قلت هذا الكلام للسيد دمستورا قبل حدوث حادثة خان شيخون ب5 أيام، وكما أعلمتكم صباح اليوم فإن حكومة بلادي وجهت أكثر من 90 رسالة كان آخرها منذ يومين فقط إلى مختلف الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، تضمنت معلومات موثقة عن حيازة الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة لمواد كيميائية سامة وصلت إليها، ومنها مادة السارين التي وصلت لهذه الجماعات من ليبيا عبر الأراضي التركية وبعلم السلطات التركية. إن مقدمي مشروع القرار هذا اليوم يعرفون حق المعرفة بأن القرارات الصادرة عن هذا المجلس وعن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ انضمام بلادي إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تشكل الإطار القانوني الدولي الكافي والمناسب في هذا المجال، وإني أدعو بقية الدول الأعضاء في هذا المجلس إلى إعمال المنطق وبريطانيا وفرنسا عليه لنحاول أن نجيب معا عن الأسئلة التالية: لماذا لم تأتي الأفلام والصور عن حادثة خان شيخون إلا من منظمات تدعي العمل في المجال الإنساني في حين أنها مرتبطة بشكل مباشر بالجماعات الإرهابية المسلحة على الأرض؟ وهنا أتحدث بشكل محدد عن جماعة تسمى بالخوذ البيضاء التي منحتموها جائزة أوسكار في إتقان التمثيل، والتي وافيناكم مرارا وتكرارا بصور وأفلام وأدلة موثقة عن أن أعضاءها يعملون بإشراف المخابرات البريطانية ويتم تمويلهم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. هذا أول سؤال. السؤال الثاني: هل قرأتم التقرير الصادر عن منظمة أطباء سويديون لحقوق الإنسان الذي كشف خداع ما يسمى بالخوذ البيضاء؟ السؤال الثالث: هل تعلمون أن الطبيب البريطاني شاجول إسلام الذي كان متواجدا مع الجماعات الإرهابية المسلحة على الأرض في خان شيخون وكان الشاهد الأساسي في كل الحملات الإعلامية الاستفزازية ضد الحكومة السورية، هذا الطبيب البريطاني من أصل باكستاني كان قد اعتقل لمدة 13 شهرا في بريطانيا بتهم تتعلق بالإرهاب ومنها خطف صحفيين بريطانيين في سوريا؟ مجرم إرهابي ويصبح شاهد عيان ودبنا على شهادته هذا النوع من الفبركة الإعلامية. فوق ذلك كله، كيف يمكن لمن يدعي أنه يسعى إلى الحقيقة وعبر الشرعية الدولية أن يشن عدوانا عسكريا على موقع يزعم هو بأن طائرات انطلقت منه لضرب خان شيخون بالأسلحة الكيميائية؟ أدعوكم أيها السادة إلى قراءة ما ورد في كتاب قصة بنغازي الحقيقية، ما لا يريد البيت الأبيض وهيلاري كلينتون منكم أن تعرفوه، هذا هو عنوان الكتاب، لمؤلفه الأمريكي أرون كلين
والذي يشرح بالتفصيل دور التنسيق والوساطة الذي اطلع به السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفنز في عمليات تصدير الأسلحة ومادة سارين من ليبيا إلى الدول التي دعمت الإرهابيين في سوريا، وفي مقدمتها تركيا. كما أدعوكم لقراءة تقرير علمي صدر اليوم عن البروفيسور الأمريكي تيودور بوستول المختص في العلوم والتكنولوجيا من معهد ماساتشوستس، وهو تقرير يقيم ما صدر عن البيت الأبيض من مزاعم حول ما جرى في خان شيخون، حيث يرى البروفيسور الأمريكي أن المعلومة التي اعتمد عليها المسؤولون الأمريكيون لاتهام الحكومة السورية هي حفرة على الطريق في شمال خان شيخون، حفرة. ثم يستنتج أن هذه البيانات تبدو أكثر اتساقا مع إمكانية أن الذخيرة كانت موجودة على الأرض ولم يتم إسقاطها من الجو. ماذا يسمي زميلي مندوب فرنسا قتل الطائرات الحربية الفرنسية لـ200 مدني في قرية طوخان الكبرى في ريف حلب في 19 تموز 2016؟ وماذا تسمي زميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية قتل الطائرات الأمريكية لـ237 مدنيا في بلدة المنصورة بعد هروبهم من داعش في مدينة الرقة؟ السيد الرئيس، تؤكد بلادي استمرارها في تنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي حربها على الإرهاب التي لن تتوقف تحت تأثير أي ابتزاز سياسي وإعلامي أو استغلال رخيص لدماء الأبرياء في بلاد سوريا. أوجه باسم حكومة بلادي الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية وبوليفيا الصديقة اللتين صوتتا ضد مشروع القرار، كما أوجه الشكر للوفود التي امتنعت عن التصويت إدراكا منها لحقيقة الأغراض الخبيثة التي كانت تختفي وراء مشروع القرار هذا، والتزاما منها بسيادة مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإيمانا منها بأن مثل هذه القرارات تؤثر على مصداقية العمل الدولي ومؤسساته وتهدد السلم والأمن الدوليين. وشكرا السيد الرئيس.